كثيرة هي الخلافات بين الصين وأمريكا، وعلى مدى 3 أيام بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي في الصين كيفية تهدئة التوترات بشأنها، لكن كمثل لقاءات سابقة لم تفلح زيارة في رأب الصدع، فما التفاصيل؟ من بكين يقول جيك سوليفان: سنواصل دعم حلفائنا في بحر الصين الجنوبي، وعلى بكين وقف استفزازها في هذه المنطقة. وكعادة الخطاب الأمريكي يؤكد سوليفان دعم مبدأ الصين الواحدة، لكن تايوان لن يتوقف الدعم الأمريكي لها والذي يغضب الصين. وفي وقت تطالب فيه الصين برفع القيود على تصدير التكنولوجيا الحساسة إليها مثل الرقائق الإلكترونية، يؤكد سوليفان أن هذا الأمر يمس أمن قوم بلاده ولن تسمح أبدا للتكنولوجيا الصينية بتهديده. وفي وقت تنكر فيه الصين دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، تتمسك واشنطن بأن بكين تواصل دعم موسكو. وأكد سوليفان في تصريحاته أن بلاده لديها خلافات حقيقية مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا. In all of my meetings, I stress the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait, emphasize the United States' commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula, and I reaffirm the United States' commitment to our Indo-Pacific allies, including our concerns about destabilizing actions against lawful Philippine maritime operations in the South China Sea. These were constructive, candid, substantive conversations. We believe that keeping lines of communication open is critical, and to that end, we began planning towards a leader-level call in the coming weeks, where I expect these discussions to continue. كيف يحدد البعد التكنولوجي مصير التنافس الاستراتيجي الأمريكي الصيني؟ هذا سؤال يحمل في طياته منافسة محتدمة بين الجانبين، حيث يشتد السباق على التفوق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين سنة بعد سنة، خصوصا مع اقتراب الصين من المركز الأول عالميا الذي تحتله واشنطن. كما كشفت الحكومة الصينية مؤخرا عن تخصيص مبلغ 52 مليار دولار للاستثمار في البحث والتطوير التكنولوجي، وهي زيادة 10% عن السنة التي سبقتها. في عام 2022 تمكنت الصين من تخطي انفاق أوروبا بأكملها في البحث والتطور التكنولوجي عند 17.8% من الإجمالي العالمي مقابل 17.5% لأوروبا، فيما كانت الولايات المتحدة في المركز الأول عند 42.1%. وكانت حصة الصين من الإنفاق العالمي على البحث والتطور التكنولوجي لا تتخطى نسبة 4.3% في 2012، فيما بقي الإنفاق الأمريكي عند مستوى 40% لأكثر من عقد. وتدفع شركة هواوي الصينية بجزء كبير من زيادة الإنفاق هذه، حيث أنفقت حوالي 23 مليار دولار على البحث والتطور التكنولوجي في 2022، ما جعلها الشركة الأولى على صعيد الصين في هذا الصدد والخامسة على الصعيد العالمي. في ظل القيود الأمريكية المتزايدة على وصول الصين إلى أحدث التقنيات، تخصص الشركة الصينية ما يصل إلى 20% من مبيعاتها للإنفاق على البحث والتطوير في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي وأشباه المواصلات. للنقاش ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد تشاستي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، أهلا بك. ومن بكين الدكتور جون غونغ، أستاذ في جامعة التجارة الدولية والاقتصاد وخبير في منتدى الصين، أهلا بكما معنا في دائرة الشرق. سيد ريتشارد، أبدأ معك، هل نجحت إدارة بايدن في اختتام ولايتها بضمان علاقات أكثر استقرارا مع الصين؟ أهلا بك ميراشا. أعتقد أن ما نراه الآن من جهود مستمرة بين جيك سوليفان مستشار الأمن القومي ومن خلال هذه الرحلة، رحلته إلى الصين، هي محاولة لضمان المنافسة الاستراتيجية الصحية بين الولايات المتحدة والصين، سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى السياسي. وإن سألتني، هذه الرحلة ومن كثير من الجوانب تمهد الطريق للاجتماع في، أو كانت هي متابعة لما تم مناقشته في أبريل 2024.
بعض القضايا تحتاج إلى المزيد من النقاش، خاصة على المستوى الاستراتيجي والسياسي الكلي، مثل الحرب في أوكرانيا وغزة. أما بالنسبة للمنظور الصيني، فما يهم الصين أكثر من أي شيء، طبعا حسب تقارير بي بي سي أتحدث، فإن المنظور الصيني يهمه تايوان وأن ألا تحث الولايات المتحدة. سأسأل دكتور جون بعد قليل عن المنظور الصيني سيد ريتشارد، ولكن فقط سؤالي كان لأي مدى تعتقد أن هذه زيارة حققت أو ضمنت علاقات أكثر استقرارا مع الصين قبل أن يذهب بايدن أو يرحل بايدن على البيت الأبيض؟ لا ضمانات، لا. العمل قيد الإنجاز، هناك جهود استراتيجية من أجل هذه المنافسة مع الصين وعلى نطاق واسع من المسائل والقضايا. إحدى الأمور مثلا التي اتضحت عندما رأينا التداخل الأمريكي الصيني ووزراء الخارجية هو مسائل لها علاقة بالجانب الاقتصادي والسياسي. نعم دكتور جون، علقت الصين أهمية خاصة على هذه الزيارة كون مستشار الأمن القومي هو الذي يجريها، ماذا حققت لها؟ بادئا دعيني أشكرك ميراش على هذه الفرصة للحديث إليكم. بالنسبة لما يمكن تحقيقه أو ما تم تحقيقه، فالعلاقة بين الدولتين تحتاج لاستقرار، فزيارة جيك سوليفان هي أساسا خطوة من الخطوات أو البنود الموجودة على خطة أو أجندة معدة مسبقا، هي أجندة لبعض الحوارات، سلسلة من الحوارات التي تم تحديدها عندما زار شي جين بينغ سان فرانسيسكو قبل بضعة أشهر. إذن هي زيارة اعتيادية جدا ومخطط لها مسبقا، ولكن هناك عدد من المسائل المهمة التي انطوت عليها هذه الزيارة. مثلا قالوا أن جيك سوليفان يمهد الطريق للتواصل المباشر بين الرئيسين، حيث تحدث عن المحادثة الافتراضية بينهما، كما أن هناك عدد من الاجتماعات، مثلا اجتماع قمة العشرين في البرازيل وقمة الأيباك في بيرو. وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضاً اجتماع طويل 11 إلى 14 ساعة بين الوزراء من أجل مناقشة عدد من المسائل والقضايا، ولا يمكننا طبعاً أن نتحدث عنها، فهي مسائل تهم الجانبين والدولتين. ولكن المجمل، إن نظرنا إلى التصريحات أو البيانات الصحفية من الصين ومن الولايات المتحدة، وأنا مقتنع بما ورد فيها، فهي زيارة ناجحة، وأتفق تماماً أن العلاقة بين الدولتين تحتاج إلى المزيد من الاستقرار كما ذكرتي. اسمح لي أن أعود بسؤال السيد ريتشارد. سيد ريتشارد، الاتفاق على اتصال الرئيسين وأيضا قادة الجيشين، ما أهميته باعتقادك؟ الاتفاق بين المسؤولين على الصعيد العسكري والسياسي أمر أساسي دائما وحساس جدا، ولذلك إحدى الأمور التي أعتقد أنا أن القيادة الصينية مهتمة بها جدا هو مسألة التعرفة الجمركية التي اختار بايدن أن يزيلها، والتي كان ترامب قد وضعها، ولكنه أيضا أضاف بعض التعرفة المزيد منها. إذن هذه القضية تهم الصين لأنها تكلف الصادرات. هناك تقارير أمريكية تتحدث عن احتمال إرجاء الإدارة الأمريكية فرض قيود جمركية جديدة أو تعريفات جمركية جديدة على الصين من أجل خفض حرارة المنافسة، هل هذا محتمل؟ هناك نقاشات فعلا بشأن توقيت بدء إنفاذها، ولكن الفكرة بشكل عام هي أن هناك عدد من المسائل المهمة بما فيها القرصنة الصينية أو الهاكينج. فهناك مقال مهم اليوم في واشنطن بوست عليكم أن تقرؤوه عن
ما يسمى بمجموعة التايفون التي انتهكت أو اخترقت 5 من مقدمي خدمات الإنترنت. هناك أيضا مسألة التجارة والجهود الصينية من أجل القوانين الأمن والطائرات المسيرة أيضا تمت مناقشتها، بالإضافة إلى الاتهام المعروف طبعا أن الصين تتلاعب باتفاقات التراخيص من أجل إنتاج المنتج النهائي مثل المسيرات في دول أخرى وتصديرها للولايات المتحدة. إذن هي مسألة مستمرة، الأمر ينطوي على عدد وسلسلة من الحوارات والاجتماعات. نعم. لا يمكن أن يتم أكثر كل شيء في تفاصيل. اسمح لي سيد ريتشارد لضيق الوقت أن أنتقل بالسؤال لدكتور جون. دكتور جون، الاتصال الذي سيجري بين قادة الجيشين تحديدا، هل بالضرورة يعني خفضا للتصعيد في بحر الصين الجنوبي؟ باختصار لو سمحت. في المؤتمر الصحفي الذي تلا الاجتماع مباشرة، جيك سوليفان وبنفسه أكد على أهمية اجتماع حضوري وجها لوجه بين القيادة العسكرية، القيادات العسكرية حقيقة. هذا من أجل تعزيز التواصل بين الجيشين والمسؤولين، و هذا أمر بالفعل في غاية الأهمية، كما أنني أرى أن الدولتين لديهما قوة عسكرية كبيرة جدا وهائلة، وكل دولة لها موقف مختلف إزاء قضايا معينة، ولذلك هذا النوع من التواصل العسكري بين القادة أساسي ومهم جدا من أجل تجنب أي وقائع وحوادث إلى ما آخره. إذن بهذا الصدد دعيني أقول أن الهدف تم تحقيقه بنجاح. إن كان هناك وقت أذكر أن الجيش الصيني أيضا حذروه من وما وصفه كتصادم عسكري بين واشنطن وتايوان أو تحالف، وجيك سوليفان قدم لنا شروحات وتحدث عن الولايات المتحدة وهي ملتزمة بسياسة الصين واحدة One China Policy، لكن سياسة الولايات المتحدة بشأن الصين واحدة مختلفة تماما عن سياسة الصين الحقيقية One China Policy إن سألتيني. وهذه هي المعركة القائمة بين الدولتين. أعود بسؤال ربما أخير لسيد ريتشارد. سيد ريتشارد، يعني سوليفان أيضا في تصريحاته خلال زيارة ركز على وصف مرحلة حساسة بالإشارة طبعا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وطلب من الصين التعامل معها بمسؤولية. هل تعتقد أنه طلب من الصين بشكل مباشر عدم التدخل في الانتخابات الأمريكية؟ الانتخابات الأمريكية، أعتقد أن المخاوف أن تكون الصين أو إيران مثلا متهمتان طبعا بالتلاعب في من قبل حزب الجمهوري والديمقراطي على السواء متهمتان، وهناك مخاوف طبعا خاصة بالنسبة لروسيا أن هذا الأمر قد يتكرر. إذن نعم، هذا أمر أكيد تمت مناقشته. اسمح لي أن أقول أن الاجتماع بين القيادات العسكرية والذي يهدف إلى ضمان مستوى من الاستقرار في بحر الصين الجنوبي هو في رأيي مفيد جدا، ولكنه لا يأخذ بالاعتبار فكرة أن الدولة ليست مجتمعة على صوت واحد، بل هناك عدد من الأصوات يخرج من كل دولة. من غير الواضح الالتزامات المطلوبة من كل طرف، من قائد الجيش الصيني مثلا كيف سيلتزم ببعض المقترحات وكيف يترجم ذلك في المنظور الأمريكي بنفس الشكل أو بنفس المتطلبات، حتى والرئيس تشي شين بينغ وكيف يريد أن يكون بحر الصين الجنوبي. إذن بحر الصين الجنوبي وتايوان ومسائل أخرى أيضا مثل المخدرات، التعاون من أجل القضاء على الفنتانيل، تعرفين موضوع الفنتانيل ومشكلاته، إذن النقاش المستمر مطلوب.